الوفاء حكاية من التراث القديم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هنالك قيصر لا يثق بأحد. كان يصعب على هذا القيصر أن يصدق كلام أحد. كان يعتقد بأن الناس أجمعين يسعون من أجل قتل القيصر، ومن أجل ذلك أرسل القيصر جنده إلى جميع المدن من الشمال إلى الجنوب لتلقي القبض على كل من تقع عليه الشبهة. هذا الشاب الراعي يعمل في أحد المراعي الواقعة على سفح الجبل. لقد نزل هذا اليوم إلى المدينة لغرض زيارة صديق له، لكن الجند ألقوا القبض على الراعي من دون أن يفعل شيئا وأخذوه إلى سجن القلعة. أنت أيضا تريد قتلي، أليس كذلك؟ كلا، جئت إلى المدينة من أجل زيارة صديقي. لا أصدقك، هيا خذوه، ضعوه في السجن إلى أن يعترف. كلا، أرجوكم، أنا بريء. لا جدوى من الاعتراض، لقد اقتيد الراعي إلى سجن القلعة في الحال، وفي الحال بدأ الجند في استجوابه ولكن دون جدوى. وبعد مرور أسبوع، حسنا وأخيرا هل ستعترف؟ لا جدوى من كثرة الاستجواب، ما أنا سوى راعي غنم. أنت إذا تصر على عدم الاعتراف، هذا شأنك، اعدموه. هذا غير معقول. غير معقول، انتظر أرجوك. سوف نقوم بإعدامك، أتفهم؟ كلا، إذا لم تسامحني أريد أن أطلب منك معروفا، إن والدتي تنتظرني في المرعى لوحدها. كل ما أطلبه منك هو أن تسمح لي بالذهاب إليها ووداعها، وأعدك بالعودة ثانية، صدقني. أنت تريد أن تهرب مني، أليس كذلك؟ حسنا، سأطلب من صديقي الذي يسكن في المدينة أن يكون عندك رهينة لحين عودتي. سوف لن يرضى صديقك بذلك أبدا. استدعيه وسوف ترى. أمر القيصر جنده بالذهاب إلى الصديق واقتياده. لقد سمعت بالحادث، ويا لها من حالة مزرية. شكرا لمجيئك، سأعتمد عليك. يا له من شخص غبي، إذا لم يأتي الراعي غدا قبل غروب الشمس سوف تقدم بدلا منه. يا لك من قاسي القلب يا سيدي، هذا الفتى يريد قتل القيصر. أنا واثق من خيانته لصديقه ولن يعود للسجن. إذا صدقت كل إنسان ماذا سيحدث لك؟ ارمي نفسك في حضن أمك واستمتع بالدفء والحنان. سوف يعدم صديقك حالما تغيب الشمس، أتفهم؟ سوف أكون هنا في الموعد المحدد. مع السلامة. في هذا الاتجاه سارت الأمور، واتجه الراعي إلى مرعاه عبر الجبال. عليه أن يقطع المسافة ذهابا وإيابا في يوم واحد. في العادة تستغرق الرحلة 3 أيام. يبدو أنه يحسن اجتياز الطريق، سوف يصل إلى هناك بطريقة وأخرى. قد غابت الشمس، أمامي يوم واحد لا غير، يجب أن أسرع، يجب أن أجتاز الجبل وأصل إلى البيت مع بزوغ النهار. أنا آسف، لا أستطيع أن أتأخر، ولكن يجب أن أفعل شيئا. أجل، اعتني بهم جيدا، يجب أن أسرع. عند بزوغ النهار تمكن الراعي من الوصول إلى بيته. كان
كانت والدة الراعي نائمة عندما وصل الراعي إلى البيت. أمي، ولدي، قد عدت أخيرا، كنت قلقة عليك. والدتي، سأخبرك بشيء. أخبر الراعي أمه ما حدث له، وتعجبت الأم كثيرا لكلامه. انتظر لحظة يا ولدي. ماذا؟ الآن خذ هذا واهرب إلى المملكة المجاورة لنا. ولكن إذا لم أعد سوف يعدم صديقي بدلا مني، من الأفضل أن أعود يا أمي. يا لها من حالة مزرية يا ولدي، أنا أفهم ذلك. حسنا، أذهب أذهب ودع القيصر يرى ويدرك معنى الصداقة الحقيقية. وبدأت الشمس بالارتفاع في السماء، وهكذا ودع الراعي أمه المسكينة لوحدها قاصدا سجن القلعة، حيث أعطى كلمة إلى صديقه، وجرى الراعي بكل ما أوتي من قوة، وخفق قلبه بشدة. ألا زلت تصدق صديقك الراعي؟ بالطبع، سوف يعود، أنا واثق من ذلك. ولكن هناك شيء ما قد حدث للراعي. أنا مستعجل، هي ابتعد عن طريقي. إذا أردت أن تنقذ حياتك أعطني نقودك. كما ترون، أنا لا أملك شيئا. لا بد من وجود شيء معك، هيا أعطي ما معك. إذا لا أجب عليك. أيها الرئيس، إنه في مشكل، لقد هجم اللصوص على الراعي ورموه في الوادي وفقد وعيه. حتى الآن لم يعود الراعي، ما رأيك الآن؟ ها؟ لا زال هناك متسع من الوقت. لا جدوى لانتظاره. ارمي نفسك بحضن والدتك واستمتع بدفئها. حسنا، اذهب اذهب ودع القيصر يرى ويدرك معنى الصداقة الحقيقية. كم مضى من الوقت، يبدو أن الراعي يحلم في سباته. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ يا إلهي، ما هذا؟ لقد تأخرت، يجب أن أسرع، لقد تأخرت. وبدأ الراعي في الجري مسرعا، واجتاز الوادي واجتاز الغابة، ولم يدخر الراعي قوته، واستمر في الجري بكل ما أوتي من قوة. لابد وأن يكون الراعي قد أصيب أثناء سقوطه، كان جسمه يؤلمه، علما بأنه لم ينم طوال ليلة البارحة. ولكن ليس هناك متسع من الوقت، عليه أن يصل بسرعة. وبدأت الشمس تتجه نحو المغيب. عام الوقت، أين صديقك؟ عادت ساعة غروب الشمس، لا شك أنك تدرك الآن كم أنت غبي. أنا أشعر بالأسى عليك لأنك لا تثق بأحد، أمر مؤسف حقا. لقد حانت ساعة تنفيذ حكم الإعدام بك. أنت تملك القوة لتأخذ بموجبها حياة البشر، ولكنك لن تأخذ منهم قناعتهم وصداقتهم. تهيأ. لقد وصل الراعي إلى المدينة يا سيدي. نعم، لقد وصل الراعي، لقد وصل الراعي، لقد وصل الراعي، لقد وصل، لقد وصل، لقد وصل الراعي. توقفوا، توقفوا، وصل. لقد عدت، أطلق سراح صديقي كما وعدت، لقد عدت كما وعدت. صديقي، كنت واثقة من أنك ستعود. نعم، كنت واثق. نعم، أنا أعلم. لم يكن يصدق القيصر ما تراه عيناه، لم يكن يعتقد بأن هنالك صداقة متينة بمثل هذه القوة. من يومها
والقيصر قد غير من قناعته وبدأ يثق بالناس.